الساده المتعلمين الاقتصاديون اسره الاعلام ضيوفنا اليوم الدراسي المخصص في حول الله كل الفاعلين في الشعب المكونه لهذا القطاع لا سيما من سنه تيم اللي دفعنا الى انه نقدم تربيه ماليه قداش تيدهم كامل. اذا فهذا الشيء سيد لك 200 او الى من سنه الفيل بتدعيم المركز اللي اصبح كان مركز وطني. نجد هناك يعني ميدانيه ثم مجهز ب يعني اقصى تقدير هو 170 نفر 2025 ونشرت هذا البنات اللي كانوا يشرحوا وهذه المهنه اللي باش تميزوا معنا. بالنسبه للتحويل هناك تحفيزات جبائيه، تخفيض بالنسبه لتحويل هذا السمك التيلابيا للرسم على القيمة المضافة 9% بدل 19% سابقا. وهذا الاحتكاك اليوم ما بين المتعاملين الاقتصاديين ما بين الباحثين على مستوى المركز البحث في الصيد البحري وتربية المائيات وما بين مختلف المتدخلين حتى يكون كاين احتكاك، يكون كاين تبادل للتجارب، وإن شاء الله راح يكون يعني يكون عملية تحويل في لهذا المنتوج ومرافقة من طرفنا لكل المنتجين لنسعى أولاً لتثمين هذا المنتوج من خلال التحويل، ولكن أيضاً من أجل المشاركة خاصة في تنويع الصادرات الوطنية من خلال تصدير هذا المنتوج، واللي راح يساهم أيضاً في دعم الانتاج الوطني وبالتالي توفير هذا المنتوج السمكي البروتيني يعني بكل الفوائد الموجوده في السمك للمستهلك الجزائري باثمان معقوله.